مرحبا بحضراتكم مره تانيه. والحقيقه اغنيه الاهلي دي دايما بتخلينا بنحس بالانتماء دايما، وفي اشعاره كده بتحصل واحنا بنسمع اي اغاني عن النادي الاهلي، ودايما بندعم النادي الاهلي وبنبقى شايفين اللي جاي، زي يعني بنبقى مبسوطين بالانجازات اللي بيحققها، بس برضو عينينا دايما على اللي جاي كجماهير للنادي الاهلي. واللي جاي هو طبعا مباراه المريخ اللي بنتمنى ان نشوف فيها الاداء اللي شفناه في مباراه فيتا كلوب والنتيجه، لانه مهما كان المريخ السوداني وضعه في المجموعه او مهما كان ان هو في النسخه دي من البطوله مش افضل حاجه او مش بيقدم افضل حاجه، ولكن دايما كل الخصوم النادي الاهلي بيعملها ان هي خصم كبير جدا وما بنستقلش بيهم ابدا. والحقيقه فريق المريخ فريق محترم، وطبعا بنتمنى ان احنا نشوف اداء كبير قوي ونتيجه كبيره قوي من لعبتنا في فتره هتبقى صعبه جدا وفيها ضغط كبير جدا، ولكن يعني هم رجاله وقد المسؤوليه، وانه يكون في روتيشن الفتره الجايه من مستر موسيماني ده اكيد هيحصل وهنتكلم عنه اكتر، لانه لازم في شهر لما يكون في 8 مباريات مش سهلين، والفرق ما بين كل مباراه والتانيه يومين او ثلاثه، اكيد انت محتاج كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي. علشان كده دايما بنقول انه مش هيبقى ابدا في مجال او مش هيبقى حلو ان احنا ننتقد وانه ليه ده ما بداش وليه ده ما لعبش، لانه انت محتاج كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي. كمان زي ما بندعم النادي الاهلي بندعم المنتخب اللي عنده مباراه مهمه جدا وخلاص، يعني تعادل فيها بس بيكفي ان هو يخليه يتاهل لكاس امم افريقيا. واكيد احنا يعني مش بس مستنيين التعادل، طبعا التاهل في حد ذاته خلاص هو الهدف، ولكن زي ما كنا بنتكلم انا واحمد ان احنا مستنيين نشوف من تاني شخصيه منتخب مصر اللي اتعودنا عليها من فتره كبيره ويمكن بقى لها فتره كانت غايبه، عايزين نشوف شخصيته الكبيره، عايزين نشوف انه انت عندك دلوقتي افضل لعيبه الحقيقه سواء في الدوري او محترفه بره موجوده مع كابتن حسام البدري. بنتمنى ان احنا نشوف ان شاء الله حاجة تشرف مصر. هنتكلم عن كل ده طبعا مع نجم التحليل كابتن أسامة عرابي، الحقيقة مشرفني ومنورني، وأنا من زمان يا كابتن عايز أعود القعدة دي. أهلا وسهلا بيك يا سارة، سعيد بوجودي معاكي، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك منورنا طبعا. وخليني أبدأ معاك يا كابتن من منتخب مصر، شايف إزاي مباراة كينيا؟ في ناس كتير شايفة أنها مباراة سهلة، ولكن أنا عايز أعرف وجهة نظر حضرتك ليها، وإزاي المفروض كابتن حسام البدري يتعامل مع المباراة دي؟ افضل تشكيله لخوض مباراه كينيا. مفيش مبدئيا مباراه سهله، يعني دلوقتي في الكره الموجوده دلوقتي، الكره اللي بتتلعب في افريقيا، مفيش منتخبات بقت سهله. صحيح في منتخبات اقوى من منتخبات زي منتخبات الصف الاول، منتخب مثلا الجزائري، المنتخب السنغالي، الكاميرون، نيجيريا، مصر، تونس، المغرب، لكن منتخبات الوسط واللي كانت بنقول عليها منتخبات الصف الثالث او المستوى الثالث اصبحت في السبع ثمان سنين الاخيره مستوياتها بترتفع بصوره كبيره جدا، لانه في عدد المحترفين في الخارج بقى كبير في القاره الافريقيه عامه و في كل الدول. يعني الاول كان المنتخبات اللي انا ذكرتها في الاول هي اكتر تمتلك اكبر عدد من المحترفين في الخارج، اللي هي المنتخبات المغربي والجزائري والسنغالي والنيجيري والكاميرون، اللي هي غرب افريقيا وشمال افريقيا. في السنوات الاخيره ابتدت بقى كل المنتخبات الافريقيه بيبقى فيها اعداد كبيره قوي من المحترفين، لما تتكلم على المنتخب الانجولي، الجابون، كينيا، تنزانيا، أوغندا، بقى عندهم عدد محترفين في أوروبا، في آسيا، في الصين واليابان، في السعودية، في يعني ابتدوا أعداد كبيرة، فالمستويات ارتفعت والمدربين اللي بيتمرنوا معاهم، الاحتكاكات اللي بياخدوها، فما عادش في منتخبات سهلة سهولة اللي انت بتلعبي وانت ضمن 100% انت تكسب. فالمباراة مش هتبقى سهلة، ولأن المنتخب الكيني كمان دي تعتبر آخر فرصة لي في التأهل، أكيد ماسكين فيها بإيديهم وسنانهم، لأن يعني إحنا وجزر القمر 8 نقط وهم 3، فلو ما كسبوش بس المنتخب مصر فهم لو ما كسبوش يعني بنسبة 95% خلاص هم هيبقوا بره الموضوع، لأن هتبقى يعني مصر والجزر القمر هم اللي في الغالب هيقدروا يوصلوا
الامم الافريقيه في الكاميرون. التشكيله المثاليه من وجهه نظرك؟ التشكيله المثاليه يعني في الفتره الاخيره المنتخب المصري ابتدى يبقى عنده تكوين الشعب كله يقدر يقول على 8 مراكز مثلا او 9. من سنتين ثلاثه ما كانش ده موجود. من سنتين ثلاثه كان موجود الشناوي، محمد صلاح، تريزيجيه، طارق حامد، وحجازي. الخمسه دولت اللي كانوا بيشكلوا الاساس في المنتخب. النني والنني طبعا. النني معاهم طبعا، لكن ما كانش واضح الباك رايت، ما كانش واضح الباك ليفت، ما كانش واضح قلب الدفاع الثاني اللي جنب حجازي، ما كانش واضح راس الحربه، ما كانش احيانا واضح الراجل اللي بيلعب تحت راس الحربه. ففي السنتين الاخرانيين ولما مسك كابتن حسام وقبليها بشويه ابتدت التكوينه قربت تكمل. موجود الشناوي، محمد هاني دلوقتي في الظهير الايمن، الونش وحجازي، ايمن اشرف دلوقتي هو ابو الفتوح، حصلت اعتقد اصابه او حاجه ما راحش، فممكن يبقى ايمن اشرف، طارق حامد. هو الاختلاف في النني، هي فيها معضله شويه. النني بيلعب في الارسنال وراجل محترف بقاله فتره طويله ولعيب كويس طبعا، ولكن مردوده بره بيبقى اكتر من مصر، اكتر من بيلعب مع منتخب مصر. فظهر السوليه بصوره كويسه جدا، حمدي فتحي ظهر بصوره كويسه جدا. فهل بقى الكابتن حسام هيفضل النني وطارق حامد هيريح عمرو وحمدي السوليه كبدلاء؟ يعني دي ممكن تكون متوقعه برضو. بعد كده الرباعي الامامي يعني بنسبه 99% هو اللي هيكون موجود. محمد صلاح طبعا، تريزيجيه نقول في الاطراف، مصطفى محمد في راس الحربه، ومجدي قفشه تحت مصطفى محمد. هل ده يعني الشكل اللي في الغالب هيكون موجود يعني. طيب هل الوفره الهجوميه اللي عند كابتن حسام البدري دلوقتي بتتكلم بقى على انت عندك حسام حسن هداف الدوري المصري لحد دلوقتي، عندك شريف، وعندك احمد ياسر ريان، ومحمد صلاح، وتريزيجيه، انا بتكلم على اللي قدام يعني الوفره الهجوميه، يعني عدد كبير من اللعيبه عشان مش عايزه انسى حد، هل ده ممكن يسبب له مشكله في ان هو مش هيبقى يعني يغير بقى طريقه اللعب، مش هيبقى عارف يبدا بمين، مين افضل، مين جنب مين، ولا بالعكس الموضوع ان انت يبقى عندك اوبشنز كتير ده كويس؟ هو طبعا كل ما يكون عندك اوبشن كتير ده بيديكي افضليه في انك انت تختاري كويس، وانت عارفه دلوقتي ظروف كمان موضوع كورونا. ما تضمنيش في اي لحظه مين اللي بيغيب، ممكن يحصل غيابات لعيبه محترفين ساعات انديتهم بتبقى في ظروف ممكن يمتنعوا ان يجوا. فحاجه كويسه ان يكون عندك وفره كويسه من اللاعبين. يعني احنا انا يمكن السؤال اللي فات كنت بقول لك في مراكز ما في اخر سنتين ثلاثه ما كانتش واضحه للمنتخب المصري بعد اعتزالات ناس او كبر سن ناس، زي موضوع احمد فتحي، زي موضوع سيد معوض وعبد الشافي، قصدي عبد الشافي، زي موضوع يعني في مراكز ما كانتش خلاص مش موجوده يعني. فالوفره لاي مدير فني ميزه مش عيب، الوفره انك انت يبقى عندك ناس تقدر تتنافس دي مهمه جدا. ولكن انا قلت لك في خطوط، في اسامي واضحه في التشكيل الاساسي. يعني محمد صلاح اكيد يعني، تريزيجيه في الجنب الشمال برضو اكيد. هو كل الاختلاف في مين اللي تحت راس الحربه ومين راس الحربه، لانهم برضو نفس الكلام اللي قلته على الظهير الايمن والظهير الايسر ما كانوش واضحين بالنسبه للمنتخب المصري في اخر سنتين. كان فتره بيلعب عبد الله السعيد تحت راس الحربه، كان فتره بيلعب احيانا مجدي بيروح او احيانا كان بيغيب. راس الحربه ما كانش واضح قوي قبل مصطفى محمد. مصطفى محمد ابتدى يتالق مع نادي الزمالك ثم دلوقتي في الدوري التركي، فبنسبه كبيره هو اللي هيكون بادئ. لكن ده لا يمنع ان محمد شريف هايل طبعا وماشي بصوره كويسه جدا مع النادي الاهلي. احمد ياسر ريان مأدي اداء كويس من ساعه ما راح سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن طبعا ماشي كويس بصوره كويسه في سموحه. في تنافس هيبقى موجود، ولكن اعتقد الافضليه في البدايه هتكون لمصطفى محمد.
مصطفى محمد اعتقد يعني. هو متالق جدا الحقيقه في الدوري التركي طبعا لاعب مهم في منتخب مصر. طب كابتن اسامه، فكره انه ما كانش في وقت قوي ان يكون في الفتره اللي فاتت يعني من التحديات اللي كانت بتواجه الكره المصريه ان يكون في معسكرات او مباريات وديه او كده، هل ده يعني بيعتبر تحدي انه بيخلي اللعيبه ما فيش عمليه تجانس قوي بينها، ولا يعني في وجهه نظر ثانيه تقول لك ما اكبر المنتخبات في العالم منتخب المانيا ما بيبقاش في وقت اصلا انه يعملوا معسكرات او كده، ومع ذلك بتشوف منتخب المانيا بيبقى عامل ازاي؟ مظبوط، هو في اختلاف الناس لازم تفهمه بين سنوات الثمانينات والتسعينات وما قبل والفترات الاخيره. الفترة السابقة اللي هي أنا بتكلم فيها دي، عدد المباريات في دوريات العالم كلها كان أقل من العدد اللي موجود دلوقتي. عدد البطولات اللي الأندية بتشارك فيها كان أقل بكتير من دلوقتي لما تتكلمي في الثمانينات والتسعينات. دلوقتي العالم كله عدد المباريات للاعب المحترف ممكن تعدي 60 مباراة في السنة. فعدد كبير، ما يقدرش أي منتخب يفضل يعمل تجمعات زي ما كان بيحصل في أزمنة سابقة، إن قبل ماتش إنه ممكن يتجمعوا 10-15 يوم، قبل كل ماتش يتجمعوا 10-15 يوم. بالظبط. ده ما بقاش موجود في الكرة العالمية من كتر عدد الماتشات اللي بيخدها اللعيب المحترف. فبرضه مصر بينطبق عليها نفس الظروف اللي حصلت في أوروبا. نفس عندنا، ما كناش بنشارك في كم البطولات ديت افريقيا، السوبر، البطولات عربية، كل ده عدد كبير من الماتشات مرهقة للعيب، فما ينفعش للمنتخب كمان تفضل معسكرات طويلة. هو كل التجمعات بتبقى في الأجندة الدولية اللي الاتحاد الدولي بيقولها، والماتشات الرسمية تبقى ايام صغيره جدا، 3 4 ايام، 5 ايام قبل الماتش، ده بالكتير. وفي طيب ناس بتيجي انت كمان. ده شايفه بيعتبر تحدي ولا بالعكس المفروض ان خلاص منتخبات العالم كلها بتتعامل معاه؟ ما خلاص، هو ده التعامل اللي خلاص انت احنا بنتعامل بيه دلوقتي. يعني غير فتره مثلا لما احنا كنا في سنه 90 مثلا في كاس العالم، كابتن مثلا الله يرحمه كابتن محمود الجواري كان ممكن يعمل شهر معسكر قبل مباراه مثلا رسميه. ده ما بقاش الظروف ما بقتش تسمح بكده. قلت لك من عدد المشاركات الكتيرة جدا للعيبة. فاللي بينطبق على أوروبا بينطبق على مصر، على الجزائر، على كل الناس، لأن كمان بقى في عدد لعيبة كمان محترفين كتير قوي. أنت تقدر تجيبي واحد زي محمد صلاح من الدوري الإنجليزي إزاي مثلا كل عشان لا طب ده دايما مشكلة ينفعش. أصلا الكلوب كل ما تيجي تاخد منه محمد صلاح طبعا بيسبب له مشكلة. أيوة، راجل بيلعب في الدوري الألماني عنده 20 نادي، عشان بيلعب كام أسبوع، عنده بطولة أوروبا، عنده ماتشات الكاس، عنده ماتشات وهكذا. بالظبط. فمفيش منتخب هتلاقيه بيتجمع التجمعات الطويله دي غير في الاجنده الدوليه، وقلت لك دي برضه 3 4 ايام، لكن الفتره بتطول شويه قبل البطوله الرسميه. يعني انت قبل الامم مثلا الافريقيه هتلاقي الاتحاد الدولي مثلا ممكن يقول لك 15 يوم مثلا، او قبل كاس عالم 15 يوم، او قبل بطوله امم اوروبيه. دي الحاجات اللي ممكن المنتخب يتجمع فيها من 10 ايام لاسبوعين، لكن مش اي مباراه، والا كده اللعيبه مش هتلعب في الدوري بتاعها. أكيد. ولا هتلعب. أكيد. في أي. فده طبيعي. صح. هو كل الشغل اللي بيشتغله مدرب المنتخب، عشان كده مدرب المنتخب بيبقى مختلف شويه عن مدرب النادي. مدرب النادي عنده فترات اعداد، عنده اللعيبه يوميا معاه، بيشتغل في الجانب البدني، في الجانب الخططي، في الجانب المهاري، في الجانب النفسي، في الجانب المدرب المنتخب غالبا بيشتغل في الخططي كتير قوي، والنواحي طبعا النفسيه، والحاجات اللي بتبقى تفاصيل على طول على المباراه. مش هيفضل هو يجيب لعيب عشان لسه هيجهز فيه، لان انت بتلعب بيجيبه يومين او ثلاثه وبعدين يلعب مباراه. انا مش هنتقي واحد. صح. مثلا ويكون اساسي بس. مثلا مصاب بقاله فتره طويله قوي، مش هلحق انا في يوم ولا يومين اعمل له حاجه بدنيه ترجعه. لكن ده الايام اللي احنا كنا فيها في مثلا سنه 90 مثلا، كان ممكن جدا الكابتن جوهر ياخد الناس معاه في المعسكر، وتلاقي واحد كان بعيد شويه عن الماتشات بس هو عارف ان هو محتاجه، فبيقدر يجهزه
بدنيا عشان يشتغل معاه، لكن دلوقتي لا، هو بيشتغل على الشغل الخططي قوي والتفاصيل بتاعه المباراه والتشكيل والتغييرات اللي هيعملها، الضربات الثابته، يعني حاجات بتبقى خاصه بالمباراه قوي يعني. طيب مش كابتن اسامه، عايز اعرف ازاي شفت اصرار كابتن حسام البدري على ان هو يضم كابتن ايمن اشرف بالرغم من الاجهاد العضلي او الاصابه اللي بيعاني منها اللاعب؟ ما هو ايمن اشرف بصراحه بيقدم موسم هايل، يمكن افضل موسم لايمن مع النادي الاهلي، في كل المباريات او معظمها بيبقى من نجوم اللقاء، سواء في الدوري، سواء شفنا في كاس العالم او في البطوله الافريقيه. فهو بقى عنصر من العناصر المهمه، لانه بيقدر يلعب في الظهير الايسر، بيقدر يلعب قلب دفاع، فممكن يكون كابتن حسام محتاجه جدا. فاكيد هو يبقى حاسس انه مفيش حاجه تعوقه، لكن لو في حاجه هتعوقه انه يقدر يلعب اكيد هيبقى هيريحه يعني. لكن هو واحد من الناس اللي بقت مهمه بالنسبه للمنتخب او النادي الاهلي طبعا. طيب كابتن اسامه، خليني اسالك دلوقتي، كابتن حسام عنده زي ما بنقول كده مجموعه من افضل اللعيبه الحقيقه، محتاج ايه او هو مطلوب منه ايه علشان يطلع منهم افضل ما عندهم بقى، ومن ناحيه الشخصيه ومن ناحيه الهيبه اللي احنا محتاجينها ترجع لمنتخب مصر؟ يعني يمكن الكابتن حسام لما ابتدى لعب مع جزر القمر وكينيا وتعادل، كانت في شويه ناس قلقانه جدا وكده، لكن انا ما كانش عندي شك انه المنتخب والكابتن حسام يقدروا يعدوا الموضوع ده، لان احنا رغم ان احنا بنقول المستويات تقاربت، لكن برضو المنتخب المصري بالنسبه للمجموعه هو المرشح الاول. وبعدين انت كمان بتاخد اتنين من المجموعه. كابتن اسامه استاذنك، تعرف النهارده انه كابتن محمود الخطيب في زياره يعني كبيره لنادي سموحه، والحقيقه دايما بنتكلم على قد ايه، وبكره هيكون كمان في زياره للاتحاد السكندري، وبنقول ده قد ايه نموذج للروح الرياضيه، وانه بنشرف الحقيقه الكره المصريه وبنسعى للارتقاء بيها، وعلاقات يعني ده توطيد للعلاقات بين الانديه. خلينا نروح لمراسلنا كريم احمد علشان ينقل لنا الاجواء هناك. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك زميلتي العزيزه ساره، طبعا برحب بيكي في البدايه، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا يا كريم، يعني ناس كتير قوي مستنيه الزياره دي وبتتكلم عليها، وعلى طبعا انه كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه، ودايما بقول قد ايه شعبيه الكوره في مصر قبل الخطيب حاجه وبعد الخطيب حاجه. عايزاك تقول لنا كده الزياره دي وازاي استقبلتها جماهير اسكندريه الحقيقه، ونقل لنا الاجواء بقى كاننا هناك يا كريم. الحقيقه طبعا في البدايه يعني دي رساله مهمه جدا، طبعا علاقه رائعه وطيبه وكبيره جدا من المهندس فرج عامر طبعا رئيس مجلس اداره نادي سموحه، وايضا كمان الكابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم ورمز من رموز النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي. رساله مهمه جدا النهارده الحقيقه، طبعا يعني حابين نوجه الشكر لاعضاء مجلس الاداره بالكامل على الاستقبال حتى هذه اللحظه. احنا كلنا طبعا منتظرين وجود الكابتن محمود الخطيب مع المهندس فرج عامر. هي لقي دعوه طبعا، يمكن مهندس فرج ارسل دعوه للكابتن محمود الخطيب، وكعدته طبعا كابتن الخطيب بيلبي الدعوه مباشره لسواء للمهندس فرج عامر وايضا كمان للحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري. لكن الامور هنا طيبه ورائعه ومميزه جدا، استقبال الاعضاء سعيده جدا، ويمكن معروف كمان عن اسكندريه حبها الكبير جدا للنادي الاهلي وتحديدا نادي سموحه. كل الامور هنا طيبه جدا، في استقبال رائع ومميز جدا، يمكن الناس شغاله على هذه الدعوه ب 48 ساعه، ناس متواجده بتحضر كل الامور مجهزه بشكل كبير جدا، يعني هتكون في جوله لنادي سموحه. ويمكن نادي سموحه كمان بيتميز بالانشاءات الرائعه والمميزه جدا، فرع سواء في برج العرب وايضا كمان الفرع لسه تحت الانشاء في منطقه العلمين، في وجود يمكن جائحه كورونا ومفيش موارد والامور دي، فاكيد تحسب اكيد المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره وايضا كمان الموارد وتنميه الموارد من اعضاء الجمعيه العموميه هنا في نادي سموحه. لكن الامور الحمد لله طيبه جدا، كلنا بقى منتظرين وجود الكابتن محمود الخطيب مع المهندس فرج عامر، كل الامور يعني على هبه الاستعداد. لكن يا ساره الرساله مهمه جدا ورساله طيبه جدا، يا رب تنعكس على جميع رؤساء الانديه، الهدف من الرياضه هي العلاقات، يمكن في علاقه اكيد طيبه جدا بتجمع المهندس فرج عامر وايضا الكابتن محمود الخطيب بعيدا عن الرياضه وبعيدا عن هم مسؤولين كرئيس نادي وايضا كمان كرئيس مجلس اداره، لكن العلاقه دي بتنعكس بشكل كبير على الجماهير الكره المصريه، بنشوف العلاقه الطيبه دي بيبقى مردودها كبير جدا. فاكيد يعني بننتظر هذه الزياره وبننتظر الدعوه اللي اكيد اللي لباها، بناكد على هذه المره يمكن لبى الدعوه اكيد الكابتن محمود الخطيب
الخطيب يعني هم كان المفروض تكون الساعه 6 وجود الكابتن الخطيب، لكن اتاخرت شويه يعني 8:30 ان شاء الله باذن الله يكون متواجد الكابتن محمود الخطيب في زياره ان شاء الله يكون مردودها كبير جدا على الاعضاء هنا وعلى مجلس اداره نادي سموحه. وايضا كمان اكيد يا ساره من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي هننقل الجوله دي بالكامل، وحديث ايضا كمان اللي هيكون متواجد مع المهندس فرج عامر والكابتن محمود الخطيب من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد يا كريم شكرا ليك جدا، واكيد هنتابع معاك يعني لحظه بلحظه على مدار اليوم طبعا تفاصيل زياره كابتن محمود الخطيب لنادي سموحه، وبكره ان شاء الله يكون كمان في زياره لنادي الاتحاد السكندري. خليني ارجع لك يا كابتن اسامه واسالك، شايف ازاي توطيد العلاقات والزيارات دي من كابتن محمود الخطيب لباقي الانديه المصريه؟ اه طبعا كابتن محمود رمز كبير للنادي الاهلي والكره المصريه، وحاجه مشرفه ان يبقى في علاقات جيده مع معظم انديه مصر او كل انديه مصر، مش معظم كل انديه مصر، وده مش غريب على النادي الاهلي، والنادي الاهلي سباق تملي في المواضيع ديت، حتى لو في احيانا بعض الاجواء بتبقى ملتهبه في بعض السنوات من تاريخ كره القدم يعني، لكن الاساس هو العلاقات الجيده بيننا وبين كل انديه مصر يعني، لان النادي الاهلي هو يعني القدوه والمثل لمعظم الانديه، والحمد لله كل انديه مصر بتحترم النادي الاهلي جدا، حتى الانديه وده بسمعه كتير من زمايل لينا لعبناهم، حتى الانديه اللي هي شويه في حساسيه من ناحيه النادي في التنافس بالزبط. بالنسبه للنادي الاهلي في بعض المحافظات ولكن يجوا من ناحيه الاحترام بيحترموا النادي الاهلي جدا وعارفين انه النادي الاهلي ماشي بسياسه مظبوطه في كل سنوات تاريخه يعني، عارفين ان في اداره جيده تملي، عارفين انه في مفيش ميوعه، في ثواب وعقاب، في يعني كل حد يقول لك احنا ممكن نختلف مع النادي الاهلي بس احنا عارفين ان انتوا يعني منظومه جيده جدا. فحاجه مشرفه طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي هو يعتبر ايقونه الكره في مصر يعني او اسطوره الكره، انه يوطد العلاقات اكتر واكتر بكل الانديه وكل الجماهير المشجعه لكره القدم يعني، فحاجه مفرحه ومشرفه يعني. اكيد نرجع بقى يا كابتن المنتخب، وخليني اسالك شايف ايه الفرق بين الجيل الحالي لمنتخب مصر والجيل اللي فات، جيل ابو تريكه وعماد متعب وبركات؟ بصي هو المقارنه هتبقى صعبه شويه، ليه؟ لانك يعني كل منتخبات العالم والانديه حتى بس انا بتكلم على المنتخبات بيجي لها فتره جيل بيبقى متألق جدا في كل شيء، كل الظروف بتحيط به بتبقى ممتازة من حيث اللاعبين، من حيث يا طبعا اللاعبين أساس، ظروف أخرى حوالين المنتخب بتبقى مؤثرة، لكن ده شفناه في مصر، شفناه في الجزائر، شفناه في المغرب، شفناه في البرازيل، شفناه في الأرجنتين، شفناه في فرنسا. بيجي فترة لجيل معين بيبقى معظم اللعيبة اللي موجودة إمكانياتهم الفنية عالية جدا، بتجتمع كده مع بعض، مهما الناس تقولك إنه ماشي في دراسة، في تخطيط، في علم، في كل الكلام ده موجود، ولكن برضو مع كل ده في العالم كله بيجي فترة جيل بيبقى مجتمع كده مكتمل. فالجيل بتاع ابو تريكه وبركات وعصام الحضري وميدو وعمرو زكي وحسن عبد ربه، انا مش عايز انسى حد اكيد، وسيد معوض وائل جمعه وعماد متعب وحسام غالي، انا يعني ناس كتير جدا كلهم كانوا مؤثرين جدا في كل الخطوط، قياده كانت كتيره موجوده ودي مهمه جدا لاي فرقه، في قياده في عناصر متحمله المسؤوليه، لما تيجي تتكلمي مثلا عصام الحضري تتكلمي على وائل جمعه تتكلمي على احمد حسن، لما تتكلمي على ابو تريكه تتكلمي على عماد متعب تتكلمي على حسام غالي، كلهم قياديين، فدي حاجه بتبقى كويسه جدا للمدير الفني. لما تيجي حتى للبرازيل مثلا تلاقي جيل معين كان احسن فترات البرازيل،
بس دلوقتي مثلا البرازيل من دورتين ثلاثة في كاس العالم مش هم البرازيل خالص. نفس الشيء الارجنتين ايام مارادونا او ايام كامبس في 78 والكلام ده كان جيل باساريلا وكده كان جيل عظيم قوي. الجيل الحالي مش هو نفس الجيل. تيجي مثلا المنتخب الفرنسي قبل كاس العالم الاخير كان قعد فتره طويله. فدي موجوده في العالم كله مهما كنت بتخطط وبتدرسي او بت 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 يعني انا اقصد مهما يكون العلم شغال والدراسه و و حتى مثلا نيجي الفرق برشلونه مثلا الفتره اللي كان فيها ميسي وانيستا وتشافي وبيول واعظم فتره في الكره في كره برشلونه دلوقتي هل هي اللعيبه يعني عايزه افهم طبعا هل هي اللعيبه المجموعه التوليفه مع بعض ولا بترجع لحاجه ثانيه؟ نمره واحد اللعيبه نمره واحد. خلي بالك التقسيمه هي بين اداره بين مدير فني واجهزه بقى كلها طبيه وفنيه وكلام واداريه طبعا الجماهير بالذات الانديه الشعبيه وكده او المنتخبات يعني منظومه كلها مكتمله واللاعبين اكبر درجه للاعبين. كل ما هيكون عندك لعيبه اللي زي ما بنقول عليها القماشه كويسه ولعيبه موهوبه ولعيبه بس القماشه بتاعت الجيل الحالي حلوه يا كابتن لا حلوه ما نختلفش على لا ما انا مش بقلل من الجيل لا انا ما بقولش انا بس بقارن ممكن نخلينا ممكن ده يخلينا بقى نشوف فعلا تاني تكرار للي عمله الجيل اللي قبل كده في افريقيا بقى ده اللي انا اقصده ببص بقى للمستقبل لا ما انا ما بقللش من الناس اللي موجوده دلوقتي ولكن اللي حصل انا سريعا يعني الفتره اللي هي بتاعت 2006 و8 و10 كان جيل كله مع بعض متقارب حتى في السن ابتدوا يعتزلوا يعني واحد ورا الثاني اصابات كبر سن واخرهم مثلا واحد زي احمد فتحي مثلا مش موجود دلوقتي في المنتخب عبد الشافي مثلا اصابه في الزمالك وبعد قعدنا فتره 3 4 سنين الجيل يا اما صغيرين قوي يا اما المكان لسه ما دلوقتي ابتدينا مش انا من السؤال الاولاني قلت لك ان من 3 4 سنين ما كانش الناس عارفه شكل المنتخب غير في 3 4 لعيبه 5 لعيبه ابتدت تبقى 8 9 يعني ابتدت الاماكن تتسكن عشان الجيل اللي فات اعتزل كتير قوي في فترات قليله بالظبط الجيل دلوقتي بقت فيه خبرات ايوه لانه كذا منتخب اولمبي مع بعض كذا لعيبه ظهري طبعا غير المنتخبات مش شرط ان واحد يلعب منتخب وهو صغير ما يلعبش وهو كبير او العكس يعني الجيل مثلا اللي هو بتاع حجازي والنني وصلاح وابتدى يبقى عندهم نضوج وخبرات ودخلوا في سن 28 و29 دخل معاهم الجيل بتاع دلوقتي تريزيجيه وكان قبل كده رمضان والمجموعه ديت ابتدى يخش الجيل الثالث اللي هو بتاع مصطفى فتحي ومصطفى محمد وهاني هاني كان حتى في الجيل اللي هو بتاع تريزيجيه وكده فابتدت الـ 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 الامور تكتمل لانه الجيل او المنتخب او النادي اللي يبقى كويس متوسط الاعمار يبقى 26 27 سنه دي بقى نقطه لازم نتكلم فيها هنتكلم فيها اكتر خلينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن اسامه عرابي برحب بحضراتكم من جديد ولسه منورني كابتن اسامه عرابي وبنتكلم على المنتخب المصري وبتقولي في الفاصل ان هو قادر على تحقيق انجازات طبعا من سنتين ثلاثه المنتخب بقى مختلف اكتر بقت عنده زي ما قلت لك تشكيله واضحه بقى عنده خبرات كويسه الاول زي ما قلنا كنا بنبني في الفريق بقى لنا 3 4 سنين بعد الجيل العظيم بتاع 2010 2012 رغم ان احنا وصلنا كاس عالم وصلنا امم افريقيا لكن الاداء ما كانش حلو يعني ما كناش صحيح وصلنا لكن الاداء ما كانش دلوقتي الامور بقت افضل وفي خبرات اكتر فاعتقد ان شاء الله ان شاء الله طب سريعا يا كابتن مين اكتر اللعيبه اللي شايف ان كان المفروض يكون لها دور مع المنتخب الاول هو بصي يعني انا شايف انه بنسبه مثلا 95% انا متفق مع الكابتن حسام على الاختيارات ديت لان زي ما قلنا كل مدير فني بيبقى له وجهه نظر في بعض اللاعبين لكن لما هتقولي مثلا 28 لاعب فيهم 23 24 ناس كتيره جدا مجمعه عليهم كونه بقى يختلف في 3 4 دي وجهات نظر مش بس
لكل مدير فني او كل ناقد او كل ده، حتى هتلاقي الجهاز نفسه المساعد ممكن يكون مختلف في اسم او اسمين، او يعني عقبال ما بيتفقوا على حد. انت في حد بعينه حضرتك في حد انا بعينه بصراحه فيه؟ انا يعني في اتنين اكتر، اتنين انا كنت شايف انه من وجهه نظري ابو جبل لانه كان في حاله فورمه هايله جدا مع الشناوي، كانوا افضل اتنين يعني. جنش جون كويس طبعا ما اقدرش انكر، وبسام وعامر هايلين انا ما بقولش لا، بس يمكن ابو جبل كان وصل في مرحله الشناوي رقم واحد وهو ماشي جنبه قوي. ومحمد قريب من مستواه او ومحمد ابراهيم برضو بيأدي من السنه اللي فاتت بشكل كويس، سواء كان مع المقاصه السنه اللي فاتت او السنه دي مع سيراميكا، فبرضو كان يبقى في منافسه بينه مع مجدي قفشه. مجدي قفشه طبعا اكتر لانه لعب مع النادي الاهلي في كاس العالم وافريقيا والدوري وكده، لكن محمد ابراهيم برضو دول اكتر اتنين انا شايف في لعيبه بقى بتادي بشكل كويس وتستحق الانضمام، ولكن ممكن ما تكونش لسه المرحله بتاعتهم، ممكن مع الوقت هيجوا يعني. طيب احنا لازم نتكلم على المنتخب الاولمبي، بس اعتقد هنروح نسمع كلمه او قال ايه كابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي، وهنرجع نتكلم على المنتخب الاولمبي مع كابتن اسامه عرابي. والاجنده دوليه تيجي وما نلعبش فيها ماتشات رسميه، وما تعودناش ان احنا نلعب مع فرق من انديه او اي شيء، ففضلنا ان يبقى المعسكر ده معسكر تدريبي. الحمد لله يعني بشكر الاول مدربين الانديه واداراتها على ان اللعيبه احنا في الاجنده الدوليه، لكن لما اي مدرب بيحس لما بيجي من اول يوم يدي ميعاد، نقول ميعاد التجمع الساعه 12، تلاقي اللعيبه من الساعه 12 احنا مختارين 32 لعيب، ال 32 لعيب موجودين قبل الميعاد، فبتحس ان في اهتمام. الحمد لله كل حاجه متوفره. انا برضو بشكر الاتحاد، فانا الاول بشكركم على اهتمامكم بالمنتخب الاولمبي، وهو منتخب واعد وعناصره باذن الله كتيره اللي هتنضم للمنتخب الاول، وزي ما بنقول تواصل الاجيال بيعمل منتخبات. وما ننساش في 2006 و2008 و2010 الثلاث بطولات دول كانوا نتاج السنين اللي قبل كده، كان عندنا اعمار مختلفه، كان عندنا مراحل سنيه مختلفه، كان عندنا لعيبه كلها اكتسبت الخبره الدوليه والاداء الدولي، فكانت نتيجتها ثلاث بطولات متواصلين مع احلى كره بتتلعب في تاريخ مصر. هو ده الجهاز اللي اشتغلنا فيه بقياده الكابتن الكبير حسن شحاته، واللي بيعتبره اب روح لينا كلنا، واحنا كجهاز كلنا كنا معاه مساعدينه بنشتغل عشان نوصل للهدف اللي احنا وصلنا له واللي احنا حققناه. من الممكن يكون في وقتها بعض الطموحات ما قدرناش نحققها، زي الوصول لكاس العالم على مباراه او حاجه، لكن الى حد ما قدرنا نقدم لمصر جيل ولاعيبه. وانا بتفرج على كابتن شوقي غريب دلوقتي يا كابتن افتكرت ايام المنتخب فعلا، وكابتن حسن شحاته وبنبقى قاعدين على اعصابنا. يمكن بقى لنا فتره كبيره ما عشناش ده، يعني بقى لنا فتره بعيده عن فتره المنتخب والمباريات، ولكن اول ما ترجع انا متاكده وامم افريقيا بنرجع بنفس الاعصاب والشده، وخلاص بقى بتنسى وقتها كل الدوري المحلي، انت بتتكلم في منتخب مصر بقى انت. فانا فاكره الفتره دي كانت حلوه قوي، كنا بنشجع من قلبنا، وكابتن شوقي غريب الحقيقه يعني من اعظم المدربين، وطبعا كابتن حسن شحاته. بنتكلم ان هو خلاص دلوقتي يعني ماسك المنتخب الاولمبي، وعندك طوكيو اولمبيكس او اولمبياد طوكيو. شفت ازاي اختيارات كابتن شوقي غريب؟ الكابتن شوقي طبعا أدى بشكل كويس، وانت قدمتيه بصورة كويسة، قدم بشكل كويس جدا في المنتخب الأولمبي هنا في مصر، وخد البطولة وطلع أول ووصل للأولمبياد عن جدارة. من توفيق الكابتن شوقي برضو انه غير الجهد اللي هو بذله واختياراته هو المعاونين وائل رياض وبقية المجموعة عاملين شغل كويس جدا،
لكن معظم اللعيبة كمان اللي بيختارها بتشارك بصورة أساسية مع أنديتها، فدي كمان ادت خبرة وممارسة جيدة جدا للعيبة وتراكم خبرات من كتر الماتشات اللي لعبوها. يعني الأسامي اللي موجودة في المنتخب لما تشوفيها معظمهم لعيبة كويسين وبيلعبوا بصورة، معظمهم بيلعب بصورة أساسية في يعني سواء في حراسة المرمى سواء خط الدفاع وسط الهجوم، وكمان في كمان ناس تاني ما اتخدتش، انا شايف ان هم هايلين برضو. زي مين فمثلا؟ يعني انت عندك مثلا خط الهجوم صلاح محسن طبعا نادي الاهلي ومكسر الدنيا، ناصر منسي في الجيش هايل، اسامه فيصل الزمالك هايل، فادي فريد بيأدي برضو بشكل كويس جدا مع البنك وكان في السنه فاتت في اسوان من احسن المهاجمين، طبعا طاهر محمد طاهر اهلي، في مثلا واحد زي كريم الطيب السنة فاتت كان عامل موسم كويس قوي مع أسوان، والسنة دي عامل موسم كويس جدا برضو. فمثلا في وسط الملعب لعيبة كتير مميزة، يعني بتكلم على عمار حمدي ممتاز جدا مع الاتحاد، إمام عاشور مع الزمالك، يوسف الجاري مع المقاولين، فاختياراته فوزي الحناوي مع الاتحاد، عبده يحيى مع المحلة، طب خليني إبراهيم عادل، لا في لعيبة مميزة جدا وبتلعب بصورة أساسية مع أنديتها، فهو منتخب جيد وإن شاء الله يعمل حاجة في أولمبياد طوكيو وإن شاء الله. طيب مين أبرز اللعيبة المرشحة من المنتخب الأول إن هي تنضم لقائمة المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو؟ هو حسب يعني اختيارات الكابتن شوقي، يعني دي ما تقدريش، أولا حسب حالة اللعيبة في الوقت ده اللي هو قبل البطولة قبل الاختيار الأخير، دي نقطة مهمة. الحاجة التانية المراكز اللي هو هيحتاجها بصورة ملحة، فأنا شايف رغم أنه عمر رضوان هايل، محمد صبحي هايل، محمود جاد هايل، عمر صلاح طبعا هايل، مصطفى شوبير هايل، كلهم حراس مرمى جيدين، بس طبعا لو واحد زي الشناوي عشان الخبرة عامل الخبرة فاهمة حضرتك، ما هو الشناوي مثلا من 3 4 سنين ما كانش الشناوي ده، صح صح، انا بتكلم على الخبرة، انت بتقولي لي اللي قدروا يعملوا إضافة صح كبيرة، صح، فانا قلت لك الحالة اللي هيبقوا عليها قبل المباراة، ثانيا المراكز، الخط الامامي مثلا زي ما انا قلت لسه كنت بتكلم عليه هايل، بس لما يكون واحد زي محمد صلاح موجود بالظبط اكيد خبرته وامكانياته في الدوري الانجليزي، ودي نقطه مهمه جدا. وسط الملعب يعني اكيد هيبقى في واحد في وسط الملعب أكيد. لما يكون بقى في حارس مرمى واحد في وسط الملعب ومهاجم اكيد، دي اقرب حاجات لان تبقى كل واحد في خط، فممكن يقدروا يعملوا قياده كويسه لبقيه المجموعه. فمبدئيا انا بقول الشناوي ومحمد صلاح، لسه بقى التالت دي ممكن نفكر فيه شويه، وطبعا حسب ما اختيارات الكابتن شوقي. يعني على اي حال بنتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. بشكر حضرتك جدا كابتن اسامه عرابي انك كنت معايا النهارده. شكرا لك يا ساره، وشكرا للساده المشاهدين. شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على المتابعه، نشوف حضراتكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.